أنا ضد. نوافق على هذا التحدي. توماس سأنقذك. نريد أن يبقى توماس. مستشارات، عرضتم اللعبة من دون أن تعرف أي حقيقة. يمكننا أن نجد الميكروب في أي فجوة. والميكروب بهذا الحجم. انظري، يبدو أن بوني أحب هذا. الآن سيكون هناك شرط خاص له. أي شرط؟ اسمع بوني، إن خسرتم أحد علي أن يترك المخيم مع توماس، وهو كيريل. أجل كيريل، أنا خائف الآن. لا تقلق مارتن، أنا واثق في الفتيات. أخبروني بالقوانين سامر وسان. ديانا، ماذا إن خسرنا؟ لن نخسر دانا. تبا، لا يمكننا أن نخسر. إن ترك كيريل المخيم أيضا لن يكون لدينا شيء لنفعله هنا. ناسيا ومارتن. أي مارتن؟ مارتن سيتبع كيريل النهاية. إذن فتيات بوني، تعالوا إلى هنا ونحن سنعد إلى 30 بينما الجميع يختبئ. سان، ألقي أعينك مفتوحة، وجدنا فقط بلوندي. أنا أبحث أبحث. هناك في العشب، انظري، أدخلي للعشب. أدخلي أنت، إنه يخدش. ربما هناك أحد. أتريدين الخسارة؟ لا، الفوز. إذن اذهبي. لا، اذهبي أنت، أنت من تريدين. بوني. وماذا؟ لنتبعهم بسرعة. مستشارات، جئنا هنا أولا. تكذبين، نحن أولا. لا، نحن من وجدنا بوب. لا، بوب لنا. نحن جئنا هنا أولا. أنتم لا تلعبون وفقا للقوانين. لقد جئنا للباص لأننا كنا نعلم أن أحدا سيكون هنا، وأنتم كنتم تقفون من دون حركة. لا أعرف شيئا. بوب لنا. بوب هيا معنا، وإلا ستطرد من المخيم. مونا، إيمي، أين كنتم؟ كان في الفناء الخلفي يختبئون خلف الشجيرات. أجل فتيات، لم تختاروا المكان الجيد لتختبئوا فيه. فو، لمن رايح نتنا؟ أنت أيضا؟ هاي، ما بكم شباب؟ ليست من كيريل. تيمور. أي تيمور، كنت أختبئ في المجاري. شباب، وأنا كنت دمية. المستشارات كانوا يدغدغونني أولا، ثم ضربوا شمسيتي. معلم مايك، غالبا سأرحل. لا، لن تذهب. انظر كم من الأشخاص وجدت بوني. حسنا، بقي 3 أشخاص، وإن وجدتهم من المستشارات عندها سأرحل. لا توماس، لن ترحل.